بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنتكلم، احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت ازاي نعمل فايل. المرة دي عايزين بقى نكتب جواه حاجة. الفايل بقى موجود، عايزين نكتب جواه أي شيء. طيب فانكشن سميتها مين، والفانكشن اللي سميتها مين هعمل فاريبل عادي هسميه فايل، والفاريبل اللي هسميه فايل هعرف منه كلاس اسمه فايل وادي له الباث بتاعه. فقلت له مثلا هسميه فايل 2.txt مثلا. هيقول لي طبعا نعمل الت انتر عشان اعمل امبورت، لانه طبعا مضايقه كلمه فايل دي دلوقتي. قلت له ماشي، على العموم انا هعمل دلوقتي كده، بس انا هطبع الاول برينتر، يعني اقول له انتر اني تكست، دخل اي نص، عشان النص ده انا عايز احطه جوه الفايل. وعرف فاريبل اسمه انبوت، وده هيريد اللاين اللي اليوزر كتبه. اليوزر ده قلت له ايه انتر اني تكست، فهيكتب هيريد التكست اللي هو كتبه واحطه جوه فاريبل اسمه ايه، اسمه انبوت. خلاص انا قريته كله كاس تو سترينج وحطيته جوه الفاريبل اسمه انبوت. وبعدين هو عامل ايه بقى، هو معايا الفايل بتاعي اللي انا عملته، اللي هو اصلا لازم اعمل له الاول استدعاء عشان يشوف الفانكشنز الداخليه للكلاس ده. فاقول له الت انتر كده، هقول له عايز تعمل امبورت، قلت له ماشي اعمل امبورت عشان يلم بس امبورت جافا دوت اي او دوت فايل. وجيت قلت له ايه فايل دوت، ومتقال له ايه في رايت بايتس وفي رايت تكست، في رايتر، في كان رايت، كان مش عارف، في اوبشنز كتير. طبعا انا بختار اوبشن واحد موجه كده للعمليات الاساسيه، فايل رايت تكست. قلت له رايت التكست اللي هو بتاع الانبوت ده، هو كان عامل انشئش الفايل. طيب انا بس قلت له فايل، وقلت له ايه انا عايز رايت التكست ده، واطبع بس مسج كده بسيطه جدا، تكست سيف تو داتا فايل، الملف النص بتاعك اتحفظ في الملف وكله تمام. تعال نرن ونجرب. تمام، هيقول لي دخل اي تكست، ندخل مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، وهدوس انتر، قال التكست سيفد خلاص للايه للفايل. طب نتاكد، نعمل كليك يمين كده ونختار ان هو يوبن في الـ يعني اشوف في الاكسبلورر في الفولدر. ايوه في البركه، كان اسمه فايل 2، فافتح فايل 2 لقيت مكتوب فيه ايه بسم الله الرحمن الرحيم، وكده كتبت جوه التكست.